رؤية الإطار التنسيقي منذ البداية كانت ذاهبة أو ناظرة إلى أنه ضرورة أن تشكل حكومة وطنية توافقية تشمل جميع المكونات بما هي، بغض النظر عن ولا يمكن أن يتم انتقاء بعض الأحزاب وتحسب على مكون ما، وبالتالي رؤية الإطار التنسيقي أن تكون هذه الحكومة التوافقية تشمل الجميع لا تستثني أحد، وبالتالي تشكل على أساسها، لأنه لو تم يعني اجتزاء أو تعامل مع طرف دون طرف آخر وتكون هنالك انتقائية بتشكيل الحكومة قطعا سوف يؤثر سلبا على المكون، وكذلك تشكل يعني ليس داخل المكون إنما المكونات الأخرى، ومن هنا نعتقد أنه سوف تكون آثار سلبية داخل المكونات، يعني يشكل ضعفا في البرلمان وأيضا ضعفا بالحكومة التي سوف يتم تشكيلها. بالنسبة للإطار التنسيقي يرى الحكومة التوافقية هو الحل، لكن مع الأسف تعارضت هذه الرؤية مع الكثير من القضايا، خصوصا مسألة الاستئثار بالسلطة، محاولة فرض وكسر إرادات على بعض المكونات، وبالتالي لاحظنا هذا الانقسام. إذا استمرت الصورة بهذا الشكل أظن أن الأمور ذاهبة نحو المزيد من الانقسام المكوناتي، وكذلك الانقسام داخل الأحزاب داخل الحزب الواحد.